قارب عدد من المختصين والتربويين أمس الثلاثاء بإقليم قلميم واقع وأفاق تدريس مادة الأمازيغية بمؤسسات التعليم الابتدائي بالإقليم خلال يوم دراسي نظمته المديرية الإقليمية للتربية والتعليم بقلميم حول هذا الموضوع. وأبرز المدير الإقليمي الحافظ حواز أن هذا اللقاء الذي نظم في إطار تنزيل المذكرة الوزارية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية كان مناسبة لمجموعة من المهنيين والفاعلين في المجال لتقديم عروض أكاديمية ونقاشات ستساهم في الرقي بتدريس هذه المادة ومستوى الكفايات التي تتطلبها بهدف النهوض بتدريس اللغة الأمازيغية. بعدما تلقينا بكثير من الارتياح تهنئة من السيد مدير المديرية المركزية للمناهج والتي تكلمت عن التفاعل يعني الرقي والعمل الذي تقدم أو قام به الفاعلين التربويين والإداريين في حق تقويم المنهاج في اللغة العربية والفرنسية والعلوم، نضيف حلقة أخرى حتى نتمم يعني عملية التمييز واللي هي اللغة الأمازيغية، واللي طبعا الحال المديرية الإقليمية تعرف واحد تغطية مهمة جدا في هذا الباب هذا. من خلاله ارتئينا أن نعقد هذه الجلسات التأطيرية وجلسة البحث مع كل المتدخلين الإداريين والتربويين والفاعلين والأساتذة الباحثين. إلى ذلك استعرض المشاركون في هذا اللقاء المراحل التي قطعها إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية من قبيل إنتاج الحوامل الديدكتيكية وتقعيد الحرف الأمازيغي تيفيناغ وتكوين مؤطري وأساتذة هذه اللغة بالمدارس، كما تطرقوا إلى إكراهات ومعيقات تدريس اللغة الأمازيغية لا سيما ما يتصل بقلة أو غياب التكوين الذي ينتج عنه عدم انخراط الأساتذة في هذا المشروع، وكذا قلة الأطر التربوية المتخصصة أو الناطقة بالأمازيغية وضعف الشراكات التربوية في هذا المجال.